سلسلة اعرف كنيستك، مصطلحات كنسية. الابراكسيس يعني سفر اعمال الرسل، كتبه معلمنا لوقا، يقرأ فصل منه في القداس الالهي. يتحدث الابراكسيس عن الكنيسة في عهد الرسل. البولس هو رسائل معلمنا بولس الرسول، عددها 14 رسالة، يقرأ فصل منها أثناء القداس الإلهي. الكاثوليكون تطلق على رسائل يعقوب ورسالتي يعقوب ورسالتي بطرس ورسائل يوحنا الثلاثة ورسالة يهوذا. كاثوليكون يعني جامعة، لأنها مرسلة للكنيسة في العالم أجمعه. يقرأ منها في القداس الإلهي بعد البولس. سنكسار يعني إيه سنكسار؟ كتاب يحوي سير الآباء القديسين وتذكارات الأعياد والأصوام ومرتب حسب أيام السنة. يقرأ السنكسار بعد الإبراكسيس. لا يقرأ السنكسار في أيام الخمسين، لأننا نتذكر فقط قيامة السيد المسيح. الأبصالمودية هو كتاب تسبيح الكنيسة. توجد أبصالمودية سنوية وأخرى كيهكية، تستخدم في شهر كيهك قبل عيد الميلاد. أبو غلمسيس يعني سفر الرؤية، كتبه القديس يوحنا الحبيب، يحدثنا هذا السفر عن السماء. يطلق هذا الاسم على طقس ليلة سبت الفرح، حيث أدخل السيد بموته إلى سماواته. أسقف يسمى في القبطية أبيسكوبوس، هو أب الإبارشية. يرسم كهنة وشمامسة، يرسم كهنة وشمامسة لخدمة شعب الله. سكيم هو عبارة عن حزام من الجلد يلبسه الراهب حينما يصير متوحدا بعد إقامة صلوات خاصة بلبسه. الراهب الذي يلبس الإسكيم يقدم صلوات وأصوام ومطانيات أكثر من الراهب العادي. أغابي أي محبة، تطلق على وليمة المحبة التي كانت كل الكنيسة تشترك فيها بعد القداس الإلهي. نتمنى نكون قدمنا لكم بعض المعلومات الكنسية المفيدة، ولا تنسونا أن تذكرونا في صلواتكم. شكرا لكم، دمتم بخير.